تزداد الأوضاع الإنسانية صعوبة هنا في شمال قطاع غزة، وما زالت الأزمات تتفاقم يوما بعد آخر في ظل استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة. أنا أتواجد في أحد مراكز الإيواء، هذا المركز الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، حيث لا يوجد مياه صالحة للشرب. كما تشاهدون الأهالي يقومون بالاصطفاف لساعات طويلة في محاولة للحصول على المياه الغير صالحة للشرب. معنا أحد المواطنين ليطلعنا على كيف يحصلون على المياه الغير صالحة للشرب. أصلا من الأساس فيش موجود عندنا مياه صالحة للشرب بالمرة، مش موجودة عندنا المياه الشرب أبدا. بنستنى المي لما تيجي في اليوم مرة واحدة في اليوم تيجي فئة قليلة جدا، يعني لا تكفي المواطن. يعني المدرسة فيها موجود فيها أكثر من 2500 نفر، بتيجي عندنا 5 كوب، لا يصح لأي شخص موجود عندنا منه 2 كوب. لا يوجد مياه بالمرة. هناك من الأمراض الموجودة، من البكتيريا، من الجرب الموجود على كل جميع الموجودين في المدارس. الكوليرا موجودة، مرض الهيباتايز انتشر، شلل الأطفال انتشر موجود هنا في المدارس. إيش هي الأسباب اللي خلتكم ما تحصلوش على مياه صالحة للشرب؟ هناك الأبيار الموجودة تم قصفها من قبل القوات الإسرائيلية، تم تدمير المحطات التحلية، تم وجود الأبيار المياه، لا يوجد أي شيء موجود في قطاع غزة. هناك كارثة إنسانية عظيمة لا توجد في جميع أنحاء العالم. لا نوجد هنا، لا نحصل على القليل القليل موجودين هنا في قطاع غزة، لا نحصل على القليل القليل.